من المقطع، العربية وهي بتدهوس في الناس، لما تيجي تبص على اللقطة الأساسية من أولها تلاقي اللي راكب العربية واحد من الصوار، أو إن الراجل اللي اتعمل ده اتضرب بالنار زي في ماسبيرو لما ضربوا العسكري اللي موجود في البتاع ديت بحجر قد كده بتاع رصيف قد كده، يعني هشموا له دماغه. وبعد كده بقى حصل اللي حصل بالعربية دي، يقول لك الحق الجيش، الحق الشرطة. برضه هنا شفت القسوة، تعالي يا أبو العلا وريني بقية الفيديو. شفتوا بقى الحكايه؟ هو كان تاني رجله يعني عامل البتاع من المشال، وبقت البتاع مدلدله كده رجله مقطوعه، اي حد هيشوفه يقول لك شوف الكافر بيعمل ايه يا ابن الولاد. هنا بقى لما بتاخد نص المقطع ده، ده اللي بتعمله الجزيره وبيعملوه بتوع الاخوان، بس بتوع الاخوان طالع منهم بعافيه شويه في تفكيرهم يا عيني، بيبقى كل حاجه باينه عليهم على على الفيديوهات اللي بيعملوها. الاستاذ وائل الحنفي بيقول لي سيدنا الفاضل، مصر تحارب اشرف معاركها الان، ولكن الحاله العامه في الدوله واحساس المواطن بتلك الحرب تقريبا غير محسوس. المعركه معركه عقول ومخابرات واللعب فيها على المواطن، وواضح ان الجهد المبذول من رئيس الدوله رئاسه وجيش وشرطه ومخابرات كبير جدا، والمهمه ثقيله جدا، وبعض الالاعيب بعيده تماما عن مسؤول وبعض الاعلام بعيدا تماما عن مسؤولياته. انا لا اتصور كيف يقتل جنودنا وابنائنا دفاعا عن مصر ونحن في ثبات عميق. علينا دور كبير لان الشعب هو أداة المعركة، فأما أن ينساق وراء دعاوى الخونة ومؤامرة المخابرات المتعددة علينا، وإما أن نصبح أداة قوية في يد مخابراتنا وجيشنا لنكون السلاح الذي يحاربون به معركتنا هي معركتنا، ونكون أو لا نكون. أرجو من سيادتك إلقاء الضوء على ذلك، وإعادة استضافة الخبراء العسكريين وأي من رجال المخابرات في حلقة أسبوعية يعلمونا كيف نواجه تلك الحرب الشرسة. شكرا لسيادتك وتحيا مصر. أتذكر كلماتك دائما، ما تخافوش على مصر، ولكن بجانب أنها المحروسة بأمر الله علينا العمل والالتهامات، فمصر تستحق وستنتصر بإذن الله. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها، وتحيا مصر. الـ 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 الحكاية يعني عايز أقول للأستاذ وائل حنفي بشكرك على رسالتك، احنا من الأول بس أنا طبعا اللي أكتر مني كان حيفيد لو في وزير إعلام، اللي أكتر مني كان حيفيد هو يوضح للناس هنا وبره لو في